اذا نرجع مره ثانيه للبلاك بودي، لو جينا طلعنا هاي بلاك بودي وفي ريديتد هيت او ريديتد انرجي ساقط عليه من هون، ما فيش عند الريفلكتيفيتي بتساوي تبعته زيرو، راح يوصل ستيدي ستيت ات تمبرتشر ات سيرتن تمبرتشر. ولما يوصل ستيدي ستيت اذا كميه الحراره اللي بعملها ايميشن او الريديتد اي بي بدها تساوي اللي ساقطه عليه منها. وعند هاي النقطة لما تكون ما فيش ريفلكتيفيتي فبصير عندي الاي بي هي كمية الحرارة اللي بعطيها مقابل هاي. لو جيت قارنت هذا البلاك بودي مع جسم ثاني عادي لما يوصل هذا درجة حرارة تي وبنفس العملية هون الساقط عليه في جزء منه له ريفلكشن، هذا ما بيساوي زيرو. فاي بي اللي راح يعطيني اياها الجسم هذا او اي عفوا اللي راح يعطيني الجسم هذا اي راح تكون اقل من اي بي، وهذا بيعتمد على الفا تبعت هذا الجسم، هذا الفا زائد رو بتساوي واحد، هاي الفا بتساوي واحد ورو بتساوي زيرو. مزبوط؟ لانه هو هذا البلاك بودي امتص كل الهاي وما عملش ريفليكشن لاي شيء. هذا الجسم امتص جزء منها وعمل ريفليكشن للباقي. اي على اي بي بتساوي ابسلون. وهاي اسمها امسيفيتي، وهاي هي اللي موجوده على الميتر اللي شفتوه. اوكي هاي عم بتقول لي هذا الجسم قديش نسبه الامسيف الامسيف باور تبعته للامسيف باور للبلاك بودي له نفس الحراره. لاحظوا هذول الاثنين نسبة وصلوا نفس درجه الحراره، هذا استقر على درجه حراره تي 1 وهذا استقر على درجه حراره تي 1، هذا عم بعطيه نفس الراديتد باور هذا عم بعطيه نفس الراديتد باور، بس هذا استفاد من كل الراديتد باور وعملها امسيف باور حولها لامسيف باور لانه حتى يصير في ستيدي ستيت مش هيك، راح اوصل مرحله الواتس سكوير متر اللي داخله بتساوي الواتس بير سكوير متر اللي طالع في الحالتين، بس الواتس السكوير متر اللي داخله هون في جزء منها بهاي الحاله ايش راح ينعمل له؟ ريفليكشن. فصفت هاي اقل من هاي، مزبوط؟ النسبه بينهم هي ابسلون، وابسلون بتعبر لي عن هذا الجسم قديش هو بيرفكت بلاك بودي. فاذا كانت مثلا هاي لجسم معين 0.98 معناها هذا الجسم قريب من البلاك بودي، بس اذا كانت 0.2 زي بعض المعادن او 0.3 زي الالمنيوم مثلا هذا معناها جزء كبير منه عم بنعمل له ريفليكشن. ايمتى بتزيد الريفلكتيفيتي؟ شو بتتوقعوا الجسم بده يكون خصائصه حتى تزيد الريفلكتيفيتي؟ مصقول بكون جسم مصقول وشايني لونه من الالوان ما يكونش لون غامق يعني من الالوان الفاتحه من هاي، بهاي الحالات كلها بزيد الريفلكتيفيتي. اذا زاد الريفلكتيفيتي شو لازم ينزل؟ ابسوربتيفيتي لمجموعهم واحد. لأي جسم هدول مجموعهم واحد، فإذا زاد الريفلكتيفيتي في جسم شو بصير بالابسوربتيفيتي؟ بنزل، ولذلك بتنزل الإميسيف باور، فالإميسيفيتي تبع الجسم بدها تتراوح من 0.1 مثلا 0.05 لحد 1، واللي هي الإميسيفيتي طبعا للبلاك بودي بدها تساوي 1، والإميسيفيتي للأجسام الثانية هلا بنشوف بعض أمثلة عليها، بنشوف الأرقام المختلفة، في الميتر هذا اللي معكم شفتوه الإميسيفيتي ديفولت بتساوي 0.9 طيب. شو يعني؟ يعني احنا مفترضين از ديفولت انه الاجسام اللي عم نسلط عليها عمالها بالنسبه للبلاك بودي عم تعطيني 95% من الطاقه من الامسيف باور اللي بعطيني اياها بلاك بودي. واذا كان هذا مش صحيح بدي اعمل تعديل، هلا رح نشوف التعديل كيف رح نعمله. اوكي؟ خصوصا اذا عمالي مسلط على شيء مثلا سطحه المونيوم واملس ولونه فاتح لهذا بدي اعدل هذا الرقم واحط الرقم الصحيح واعدل القراءه، رح نشوف كيف نعمل. اطفي هذا السماعه. ماشي.